مفيش حاجة. متشكر يا هاني. ما تتفضل تقعد. تشرب ايه؟ ولا حاجة. خليك براحتك ما تعبيش نفسك. انا كل اللي عاوزه اتفرج على الماتش في البتاع اللي قلت عليه ده. وانت بتتفرج على الماتش لازم تشرب حاجة. انت اول مرة تدخل بيتي. عامل لك كاس خمرة؟ امال الكاس هيبقى ايه؟ اعوذ بالله من غضب الله. انا غير كوباية المية كوباية العصير واللبن غير كده مفيش. يبقى اجيب لك العصير. قبل العصير يا ريت تدوري لي الماتش. امرك. بس انا الفيديو بتاعي في اوضه النوم. اوضه النوم؟ واحنا اتضحك علينا ولا ايه؟ اتضحك علينا ده ايه؟ قولي قولي ما تتكسفيش، انا اصلا سمعت كل حاجه. افرض معايا الملايات وبطل غلبه. يعني لما نفرض الملايات الشقه هتبقى بتاعتنا؟ انا عارفه بقى يا اشرف مش يمكن يحس على دمه ويعرف اننا مش طايقينه. تحب اكلمهولك؟ لا. لو تديني فرصه مره واحده تسمح تروح تجيب المشابك وتبطل كتر كلام. السلطان بقى تجيني شحاته ويشوف دور دور على يمين سابق البطل والجول السابق. مش معقول مش معقول اللي بيحصل النهارده ده، مش طبيعي حتى. ست جوال بيجيبهم لعيب واحد هو شحاته ابو كفر. سادتي ده كان عرض سريع لاهم فقراتنا اللي هنقدمها على شاشه القناه الثانيه، نرجو انها تعجبكم والى اللقاء.